طيب قول الو يا صالح كده. الو، ايوه، ايوه، السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام السلام ورحمه كابتن الله ربيع. وبركاته. ازي حضرتك كابتن؟ ازيك يا صالح، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، كله تمام، دين على السلامه. الله يسلمك. انتظرت حضرتك في النادي النهارده، كنت عارف انت تلعب كوره بس انت اتاخرت. والله عندي شغل للمنتخب، فكنت في اتحاد الكوره طول لحد دلوقتي بشتغل، والله بحضر المنتخب المعسكر الجاي، فطول النهار اليوم شغل يعني. بالتوفيق يا كابتن، وانا واثق ومتاكد ان المنتخب ده هيبقى شكله منتخب كويس، وواثق ان احنا هنكسب بيه بطوله افريقيا وهنوصل لحته كويسه في كاس العالم ان شاء الله، لانه معاهم مدرب محترم وبيعرف يحتوي اللعيبه الصغيره والسن الصغير ده يا كابتن. توفيق يا صالح، وانت نجم يا ابني، طول عمرك نجم وطول عمرك كبير من صغرك ما شاء الله في الكوره وفي الادب والاخلاقيات وكل حاجه. والله يا صالح، انت يعني يا صالح، احنا عاوزين بقى نفكر في المستقبل، ان الكيان الكبير يعني بيحبك، الكيان واحترمك واختارك من وسط ملايين اللعيبه، لان انت فيك الخير. ده انسان سام قلبك ابيض، انسان راجل لعيب كوره على اعلى مستوى، على اعلى مستوى، دي حقيقه. مكانتك النادي الاهلي ومنتخب مصر يا صالح. بص لجمهور النادي الاهلي اللي بيحبك ويحترمك ويقدرك، بص لمسؤولين النادي الاهلي اللي بيعزوك، بص لينا كلنا، انت ابن محترم، وانا واثق يا صالح ان انت العوده دي هتبقى بقوه، هترضي بيها نفسك وترضي بيها الكيان المحترم اللي احنا بنحبه ونحترمه، هترضي بيها جمهورك، جمهور الاهلي المحترم اللي بيحبك ويعزك وبيشيل كل لعيب على اكتافه. فأتمنى لك كل التوفيق وكل الخير الفترة القادمة بإذن الله تعالى يا صالح، إن شاء الله تعالى. يا كابتن ربيع، عايزين نسأل حضرتك بقى لقب المعلم، وإيه اللي خلاك تقول على صالح جمعة هو لاعب المعلم عندي، سواء في منتخب مصر في بطولة أفريقيا وحصوله على أفضل لاعب في البطولة أو في بطولة كأس العالم. طبعًا معلم فنيًا يا عمر، أنا أقصد معلم فنيًا في الملعب، لأنه كان كبير جدًا في تفكيره، بيعرف أنا عاوز إيه، إمتى يلعب الطويلة وإمتى يلعب القصيرة، وامتى يهدي لي الايقاع وامتى يعلي لي الايقاع وامتى اسرعه وامتى يبطئه. عشان كده هو كان له فضل كبير جدا ربنا ثم زملائه، وهو في نفس الوقت ليه فضل في الجانب الفني. يا عمر شوف الهدف اللي سجلناه في غير ثاني، كان كرر علينا، عمل واحده الكهرباء سريعه من ال 18 لل 18 بتاع ملعب الغانا، كان بينالتي بيها كهرباء اللي عملها له صالح جمعه راجع يدافع. فعشان كده بنسميه معلم، لانه فنيا دماغه دي كبيره، امتى الفاولات، امتى الشمال، امتى اليمين، امتى الكورنر، امتى الايقاع. فنيا كنت صالح رقم واحد، لكن هو فعلا المعلم بتاع الفرقه. لعبنا خمس ماتشات يا كابتن عمر، من اقوى الخمس ماتشات، غانا مرتين نكسبهم، الجزائر، واخد بالك، نيجيريا، يبقى عندنا معلمين، عندنا مجموعه معلمين على راسهم صالح كوبا. يعني كلمة أخيرة من حضرتك لصالح بعد الكلام المميز جدا اللي حضرتك قلته على صالح، وإنك بتنتظر منه عودة حقيقية، أخيرا تحب حضرتك تقول له إيه؟ بص يا صالح، حاجتين مهمين جدا يا صالح. أنت لعيب كبير ونجم، عاوزك ترضي الفترة الجاية دي إن شاء الله، لما هترجع وهترجع وهترجع وأنت عندك عزيمة وراجل واعتمد عليك وإنسان محترم ونظيف ولعيب كرة على مستوى. ارضي اثنين، عاوزك ترضي الكيان اللي انت بتمثله هو النادي الاهلي، اثنين جمهور النادي الاهلي يا صالح، ده حطه قدام عينك بس. كابتن ربيع سين، نشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا في قناة النادي الاهلي.